الأستاذ مجدي الجلاد كان في يوم من الأيام بيتحضر لك فضيحة أخلاقية كبيرة جدا. أكتر مرة مظبوط، بس يمكن دي أبرزهم. في مرة ما يعني وصوتها انتشر جدا في السوق. أنا عايز أعرف المرحلة دي كانت أيام المصري اليوم ولا كانت أيام الوطن؟ أيام المصري اليوم. أيام المصري اليوم. إيه اللي حصل؟ سنة 2009. إيه اللي حصل؟ باختصار، لان يعني ما بحبش اخوض في المواضيع دي كتير، يمكن جالي تليفون بالحاح ساعات، ربما ما اكون مشغول ما بردش على التليفون او الكلام ده، فلقيت الحاح شديد ورساله انا محتاجه مساعده من حضرتك. طبيعي زي ما بيحصل معانا كلنا وزي ما بيحصل معاك. بنت بعتت لك رساله على التليفون بتقول لك انا محتاجه مساعده وعندي مشكله كبيره جدا. سيدة. امي عندها مشكله كبيره. والدتها عندها مشكله كبيره. فرديت عليها قلت لها تحت امرك ابعتي لي الاوراق والكلام ده. قالت لا، عايزه اقابل حضرتك والكلام ده وكده، لان المشكله كبيره ودي مساعده وده دورك لوجه الله. قلت لها طبعا ده اتفضلي. فشرفتني في المكتب، فبدا الامر منذ اللحظه الاولى انه في حاجه مش طبيعيه. انا 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 كمجدي بدماغي حسيت ان في حاجه مش طبيعيه. ازاي وكأن بتتعامل بطريقه مش طبيعيه؟ البنت لبسها طريقه الحاجات دي لبسها ايه؟ كانت لبسها مفهوم يعني لبسها ايه؟ درس يعني فستان بس قصير تقريبا. يعني فحسيت ان في يعني ان هي مش يجي في مكان شغل يعني مش جايه عشان تطلب خدمه، دي جايه عشان حاجه ثانيه. ففهمت من اول مره. فانا لا شكيت بس قلت ممكن استاهل حياتها كده. أنا حكيت لي على مشكلة، اللي وقفني إن في نقطة مش منطقية في المشكلة اللي بتحكي لي عن مامتها. إن مامتها محتاج إن أنا أتوسط لها عند محافظ الجيزة بالتحديد، وإنها ساكنة في الجيزة عشان شقتها كذا وكذا وكذا وهي معها الحق. فأنا في أول لحظة قلت لها شوفي، أنا ما عنديش مشكلة إن أنا أتواصل مع أي مسؤول، بس دايما بقول له كلمة واحدة بس، لو الشخص ده له حق إديهوله، ملوش حق يشرب قهوة ويروح. حق بالقانون يعني. أيوه. فقلت لها في هنا ثغره هنا انا مش فاهمها. فحاولت تجيبها كده وكده. فالمهم قعدنا حوالي ساعه وشويه نتكلم. وبعدين فوجئت بيها، قامت وقفت. فقالت لي ممكن استاذن؟ قلت لها براحتك حضرتك تتفضلي، بس يعني ارجو انك انت تسدي لي الثغره دي عشان لما اكلم الراجل ده محافظ يعني وزير، يبقى أبقى انا عارف انا بعت له حاله ايه والكلام. أيوة، بس ده ليه حبيت تستاذن فجاه كده؟ ما انا جاي لك. فقالت لي، قلت لها فمشيت كده، سلمت عليها وماشيه كده، وبعد كده راحت راجعه تاني. قالت ممكن اطلب من حضرتك طلب؟ قلت لها تحت امر. تطلب ايدك؟ لا لا لا، ده ست طلعت كويسه يعني في الاخر. قالت لي ممكن تنسى خالص انك شفتني، وتنسى تماما الكلام اللي حصل بيننا وبين بعض. قلت لها حاضر، بس يعني ليه؟ بس ما لحقش حاجه تحصل بينكم يعني؟ لا، هي واضح ان في حاجه جواها ضميرها صحي او حاجه. هي قالت لي كلمه واحده، قالت لي انا لقيتك شخص كويس جدا وبتتكلم معايا بشكل انساني وعايز تساعد فعلا. فانساني لان انا كنت جايه لك. حد زقني عليك. مين بقى اللي كان بعتها؟ مين زقها عليك؟ قلت لها، قالت لي اقسم بالله، كان انا على مكتبي دايما مصحف، راحت عدى على المصحف قالت لي ما اقدر اقول لك لكن انا جايه لك. بس برضه فده ده 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 يعني ده. ماشي، طب هي كانت جايه لك ليه؟ كانت جايه لك ليه؟ مش بتكلم على المشكله اللي جت حكيتها، علشان اي فضيحه يعني اللي هي كانت هتعملها، الفضيحه اللي كانت هتعملها. ما اعرفش، ما يعني مش يعني اعتقد يا اميره انك انت اذكى من انك تسالي السؤال ده. أكيد اصطياد يعني. في قصة تانية. مش دي القصة الوحيدة. قولي. وفي قصة مشهورة جدا. قولي. وانتشرت في الوسط كله. قولي لي. في الساحة الإعلامية كلها. قولي لي. ما كانتش في المكتب. ماشي. كان حد حاول يستدرجك لفندق. حصل؟ لا. يعني حاول يستدرجك، أنا ما قلتش إن حضرتك كنت محاولة لاستدراجك. ودي كانت شهيرة برضه. انتشرت. بس يعني وقدت في مهدها. بس يمكن عشان كان في بعض الاعلاميين مش عايز تحكي عنها، عشان هي قصه المفروض تبقى سر قوي يعني، المفروض يبقى سر بجد، مش عايز تقولها صح؟
بصراحة قال إنها تتعلق بأشخاص آخرين. أنا مش عايزة أعرف الأشخاص. يعني أنا عايزة أعرف إيه اللي حصل معاك؟ ليه القصة دي انتشرت كده؟ أميرة ده كل ده بيحصل مع أي شخصية عامة. طبعًا طبعًا. يعني مش حابب أتكلم عنها لأن اللي عملتها شخصية عامة أيضًا.